بالتالي شو قال؟ مما أدى إلى خلق بؤرة سوداء وأحزمة ومحيطة بأحزمة في ضواحيها، مما تشكلت نقطة سوداء من حيث التهميش والهشاشة والإقصاء. من بعد شو جاء؟ من بعد جاء وقوع إلى تفجيرات دموية بالدار البيضاء سنة 16 مايو 2003. والمرتكب هذا الفعل الإجرامي الشنيع هم شباب ينتمي إلى مدينة الدار البيضاء. في هذا الصدد قامت الحكومة بالتنفيذ تعليمات مالية سامية لإعلان وانطلاق برنامج تضامني يتمثل في عقد المدينة، والذي يهدف إلى إبرام عدة اتفاقيات تشمل 85 مدينة صحيحية بتكلفة تبلغ 32 مليار ديال الدرهم. شو هاد التكلفة؟ شوفوا شحال العدد هنا في المغرب، 85 مدينة صحيحية والتكلفة الإجمالية راه 32 مليار ديال الدولار. وهذا برنامج ملكي. بالتالي شكون اللي كان بحضور؟ شكون اللي حضر؟ بحضور وزير المكلف بالإسكان وجميع المتدخلين عبر الأقاليم المغربية. هنا جاء دور مدينة العرائش. انعقد مدينة العرائش فعملت مدينة العرائش عقد المدينة من أجل علاج، يعني تنص على أن هناك يعني كل مهام وظائف تتخص أولا عميل إقليم، ثاني رئيس جامع الحضري. هذو هم الأطراف المتعاقدة. الأطراف المتعاقدة في عقد المدينة ثلاثة، شكون هم؟ وزير الإسكان، وكاين الجماعة، وكاين عميل إقليم، وكاين رئيس جامع الحضري. هذو ثلاثة هم الأطراف اللي عقدت على المدينة عقدة المدينة، وكل واحد عنده اختصاص ديالو. نتبقى نمشيو للمهام، المهام ديال العامل هو شنو؟ المهام العامل هو التنسيق مع جميع الاشغال بين المتداخلين، وعنده هو ورئيس الشرفي ديال الوكالة ديال توزيع الماء والكهرباء، وبالتالي تضمن تتبع والتعطير الساكنة في مرحلة ديال الترحيل أو تثبيت مواقع ديال الساكنة. وعنده واحد الدور مهم هو كذلك هو زجر المخالفين في زيادة عدد ديال المستفيدين، أو خلق واحد نواة جديدة تتعلق بقاطني دور الصرف. هنا تيجي الدور ديال رئيس الجماعة الحضرية. رئيس الجماعة الحضرية الدور ديالو هو أساسي، هو منح الرخص، وتيقوم بالتجزيء وتسليم الأشغال، وتيقوم بالمساعدة، وتيقوم لواحد المساعد ما بين السلطة والتهيئات العمرة. ولكن الدور الأساسي ديال رئيس الجماعة هو واحد تاخذ واحد الشكل صريح ديال الصرافيه، تيمنع أي زيادة في السكن اللائق. وهذا غادي نشوف من بعد، باش علاش من بعد غنشوفوا كل الاختلاف ديال كل واحد بالمهام ديالو، باش تشوفوا على السبب ديال التأخير ديال مدينة العرائش بدون صرافيه. أنا باش نعطيكم هذه المهام كل واحد غنشوفوا الدور ديالو، من بعد غنحكموا علاش مدينة العرائش بقات أثرة. الدور ديال التهيئات ديال العمرة، شنو الدور ديال العمرة؟ العمرة تتقوم مهمتها هي في إنجاز المشاريع والدراسات، والحصول على حصول التسويق، والحصول على مداخل مستحقة ديال المستفيدين، وتتحرير العقود ديال البيع، وتسليم بقع التصاميم الهندسية للفرضية للمستفيدين. هذا دور ديال التهيئات. مجموعة هنا تنجيو من مندوبية الإسكان.
دونك وعاد عندها نقدر نقول لك من ناحيه ديال هي العمره هي امينه المال مكلفه بالمال المال ديال اللي عندها هذا مشروع والمشروع ماشي تبنى دائما بالدراسه ما هو اداري وما هو تقني وما هو مالي المساله ديال المال تتعلق بالتهيئات العمره المساله ديال اذا بغينا نقول على شكل الجمعيه او على شكل اللجنه المندوبيه ديال الاسكان تتختص بالكتابه علاش نقول بان من بعد ما نزيلوا في المناقشه ديال هذا البرنامج غادي نعطوا كل واحد على حيده هاد المندوبيه ديال الاسكان شنو الدور ديالها هي الكتابه الاقليميه والدور ديالها المصاحبه او المرافقه في الاحصاء ديال السكن وتتزودهم بالمعلومات الكافيه لانها تقوم بواحد الدور تعطيري فيما يخص مثلا في التركيبه الماليه او المساهمه في مراقبه السكن غير اللائق هذه دور ديال المندوبيه ديال الاسكان هنا شنو المهام هذه كاملين غنشوفوا المهام ديال الوكاله شنو دور الوكاله حضر ولكن ما كانش وكاله ديال العلاجه ديك الساعه كانت وكاله حضر ديال تطوان بعقد المدينه ولينا عقد المدينه باش نطالب 2004 ماشي 2003 لان عنده ظرف 4 سنوات باش تكون مدينه العلاجه بدون صفح طف 4 سنوات والتكلفه الماليه ديال المشروع ديال مدينه العلاج 182.64 مليون ديال الدرهم واش قلنا لكم من بعد شوفوا الارقام اللي عطيتكم الماليه من بعد غنفصلوها ونعرفوا شحال من حي صافحي كاين حي صافحي 13 حي صافحي وهاد الاراضي 13 حي صافحي الاغلبيه ديالهم منقسم على حي كاين النهضه واحد النهضه جوج الجنباشه الغربيه والجنباشه الشرقي كاينه الشطر حي الجادي الشطر الثاني كاينه حي اسطوط كاينه حي محصحاص جنابي ضوا حي الناظور مقبره السيد العربي جنان كاستيين وكاينه غوادالوبي علاش قلت لكم هذه الاحياء باش نعرفوا الحصيله علاش قلنا لكم هذه الاحياء ماشي انطلقنا من العباس لان هذا باش نعرفوا الحصيله لان حنا العنوان ديالنا الحصيله باش نعرفوا شكون هما الاحياء اللي علموا على الاحياء بدون صفحه وهذا باش نعرفوا بعد الحصيله من هنا غادي ننطلقوا شحال العدد ديال السكينه العدد ديال السكينه خصكم ترتبوا العدد 5434 اسره وتتوزع عليها تتوزع الاسره هذه هنا 3448 اسره اشقى في عين المكان لاعاده هيكلها و 1986 هذه غادي يقوم بترحيلها الى تجزئات الاستقبال وهاد تجزئات الاستقبال شكون هما عندنا تجزئات الاستقبال كاينه 8 كاينه تجزئات النصر كاينه تجزئات الحرصة على حسب بعض المدينه تجزئات لمبيكا وتجزئات الغديره وتجزئات عقبة الاميرات وكاينه ديال السيد العربي كاينه اطو الراديو كاينه تجزئات المحيط هاد التجزئات هادو عاتبوا في الاخر هاد العقد المدينه ما قاموش بالواجب ديالهم كاينه اخلال كاينه عده عشر تكون هاد الاسماء من بعد غناقشوا وغادي تجبروا الناس ما قاموش بالعقد المدينه كما يلق بالمسؤوليه ديالهم وهذا هو اللي خلى مدينه العريش الاسباب ديالها تخير هذا هو اللي شوف واخا نطرق لكم المواضيع من بعد على الغد بالتالي الوعاء العقاري اللي كان الوعاء العقاري قبل 2004 كانت كلها ارض ديال الدوله كلها ارض الدوله والجماعه الحضاريه بين الشمسيه وضحاها مور لان من جاعه المدينه بقى تيبان الناس تيبان لهم الهموس يبان لهم هاد الارض كدا هاد الارض هادي عمل شوف دير لها هادي دير لها واحد المسار تب لها واحد المساعي الاخر صنعوها بداو تيصنعوا لان عقد المدينه جا مفاجئ من بعد بقاو تيديروا التخطيط ديال هذوك المخططين الكبار وضعوا واحد المساله اللي هي غير معقول غادي نطلقوا بلا علاش نقول لكم غير معقوله لان في النقاش غادي تشوفوا بزاف الحوايج وبقاو معايا وغادي تذوقوا هاد المحاضره هاد الندوه تذوقوها وتعرفوا المخرج ديالها مزيان وتعرفوها لان هاد الندوه اللي ما يقدرش شي واحد يعرف التخريجه ديالها وعندها مسائل اللي هي باش تعرفوا في المستقبل كيفاش مدينه العريش علاش ما عقلش مدن بدون صفيح كتسال علاش تكون اول هي الاولى علاش؟ بهذا لان الارض ديال العريش لان تيقول لك على عقاري ما كاينش وعاء عقاري كاين وعاء عقاري انت تشوف المجموع ديال العقار
في المدينة 66.52 هكتار. 66.52 هكتار. نعطيك واحد الخصوص، جنان بيضاء 7 هكتارات. 7 هكتار جنان بيضاء، شنو عندو إلا جنان بيضاء؟ ما عندو لا شي جنان بيضاء الشمالية وجنان بيضاء الجنوبية. لا، هادو بصفة عامة بأن جنان بيضاء إطلاقا. شوف 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 هنا 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 الضوء. ما هضرش على جنان بيضاء الشمالية وجنان بيضاء الجنوبية. هادو بصفة عامة أن جنان بيضاء 7 هكتارات. إذا مشيتو عقد المدينة أشغلو جنان بيضاء 7 هكتارات. بينما المشكل ديال الطرق دابا لان عملوا واحد الخليه، وهاد الخليه لان قبل ما نديروا حنا الخليه ديال التقطير ديال الجماعي، شنو كان عندنا قبل ما نديروا حنا؟ قمنا كجمعيه الصفاء، قمنا باول اول اول مهام اللي قمنا به، وهذا يشكر لان حنا كان نموذج بالمغرب كامل، لان مشينا شعرنا رئيس كان رئيس الدائره شعرنا بان غادي نقوموا بترقيم الابواب. خاف البداية، قلنا له حنا غنديروا العلاج لتتادي زيادة البرامج جنان بيضاء، وقمنا بأول ما قمنا درنا الترقيم الأول، وصلنا ديال الأرقام الأول شحال وصلنا؟ 558 باب. في الإجماع ديال الإحصاء، مجمل الإحصاء، وصلنا ما يفوق 600 أسرة. وهاد هاد هاد الإحصاء شو أعطى؟ شو ينتج؟ عدة ملاحظات، عملك حالات تساكن. حالات المفسخ رجلته، هل المفهوم التقني شو هو السبب في التأخير؟ لأن كاين أسر، لأن كاين زريبة، أسرة زريبة، شو زريبة؟ مكونة من عدة برامج، هل الناس المشرع شو جا؟ جا قال إحصاء الأسر وليس الأبواب، هما ولاو تعتمدوا على الأبواب، هذا من السبب الرئيسي، أنا هضركم هاد، مشي نمشيو دابا المسألة ديال التحفيظ، غنمشيو المسألة ديال التحفيظ، وهي هذا بشوف غريب في الأمر، استغفر الله. الغريب والعظيم متى تمشيو تجبروا هذا التحفيظ عنده اسم اسم ديالو ديال الملك هو النهضه ولكن في الحي شنو الحي والمنزل كيف تحولت المنزل الى جنان بيضاء هذا غريب والعظيم هذا لا ينطق هاد المحافظه عباد الله المحافظه اللي اصبحوا اغنياء في المغرب لانه حل القانون هذا القانون خصو اعاده تعديل القانون 1919 هل القانون شو تعطي؟ صلاحية مطلقة تعمل لك مطلب تحفيظي، هل مطلب تحفيظي تيدير المطلب التحفيظي؟ إذا ما جا إذا ودار لك في جريدة رسمية أو جريدة وما عطيت ما درتيش تعرض تولي حق المحافظ تعمل لك هيك السياسة ويولي طعن لا طعن فيه لا يمكن الطعن وهذا هو الإشكال لأن الناس ولوا أثرياء بدون مشروع بواسطة المحافظين صحيح هذا هذا الاشكال هذا اكبر اشكال لان هذه الندوه هذه اللي غتعطي بزاف الحوايج غادي تسمعوا من هذه الندوه وبالتالي حنا مشينا ديال هذه الحاله التساكن وهذه المسائل هذه كامله بالتالي كانت نزع الملكيه هذه نزع الملكيه هذو منتخبون عباد الله منتخبون واللي يصوت عليها هاد الناس هاد الشباب اللي صوتوا او ما ديت العرس ككل وقعوا نزع الملكيه نزع الملكيه بصوت الاغلبيه والمعارضه 2009 باقي الان هذه متحشله على على المحكمه اصبحت الثلاجه ديال البلديه مجمد دابا مجمد تجمد هذا اشكال كبير هذا الولايه الثانيه وتنجي تقول لكم هذيك المساله ديال التحفيظ شنو المشكل الاساسي ان جنان بيضاء ستبقى في عين المكان ها الغالب شوفوا دابا ها التناقضات جنان بيضاء هو كاينه ان جنان بيضاء تحولت الى المنزه وفي نفس الوقت جنان بيضاء بقى في عين المكان وزادوا اكثر من ذلك قاموا بتصفيه 6 اسر سبونتنمي وكيفاش كيفاش تصوروا هذه المساله؟ هذا تلاعب هذه ارتجاليه العشوائي الناس عندهم شي منطق؟ هذا لا منطق لهم هذا هو الغالي في الامر هذا مكشوف الواضح الامور كامل مكشوف واضح العين بالتالي غادي نمشيو ديال التصفيه غادي نمشيو الملف خور ديال الخلق وحتى زي اسميته الفتح سميته الفتح والانبعاث هذا هو بيت القصيد مربط الفرس هذه التجزئه اللي تخلقت ما كاينش في عقل المدينه تخلقت لان العمره ما بغاش يدخل العمره علاش؟ لان الارض غير صافيه المقاوم مع واحد المقاوم هو اللي يقوم
التزهيزات ديال هذيك التجزئه مقابل بقع ارضيه، عطاو اللي بغاو. وعاد جابوا الناس اللي استبدلوا لها، كان في الطرحيه ديال هي جنه بيضاوه ومحصص، جابوا الناس غرباء، وناس لا يشملهم عقد المدينه، احصاء عقد المدينه، ومشاو للفتح. وكاين اشخاص ذوي نفوذ استبدوا، وهذا شنو تقول؟ خصنا تعطينا المندوبيه الاسكان، لان هي المسؤوله تعطينا الاسماء اللي استبدوا في الفتح، لان هذا هو الفساد. لان تعمدوا بالتالي اكثر من هذا، غترفع دعوه قضائيه، اسمعني، غترفع دعوه قضائيه، يصدر حكم ايضا ابتدائيا واستئنافيا بدون محامي، بل ما درش محامي. هذيك الشخص هذيك الانسانه غادي تربح الدعوه بمبلغ يقدر 900 مليون. شنو اللي خلصها؟ خلصتها البلديه. ماذا تعني البلديه؟ تعني يعني فلوس ديال ساكن مدينه العرائش. بالتالي هذا ما مصير الساكنه؟ دابا هنا سؤال، ما مصير الساكنه ديال الفتح والانبعاث؟ المصير ديالو من خلال ان الارض شنو عندهم؟ باقي في القزر. شو تحول القزر الى اسمنتي؟ يعني هذيك الارض ما يمكن لا تحفظ لا والو، لو قال ما كاين حتى حاجه، كاين الريالات ما كاين حتى حاجه، هذا اشكال فور. شوف العريش فين تتقبض مدينه العريش. بالتالي غادي نمشيو غنمشيو كيفاش جنابيضاوه، كيفاش جنابيضاوه، شوف غنوقع على صحي الى منار واحد والى منار جوج، تعطيكم الوقائع. جنابيضاوه اسم الفيضان، لان كانت واحد السنوات الاخيره كانت عرفت العريش العريش امطار غزيره، مما ادت الى فيضانات بحال جنابيضاوه وتسجل على حسب الوسائل الاعلاميه اللي بزاف سجلوها المسائل. كان من بينهم يعني كانوا الناس كانت متضرره كبيره. جا العزيز كانت ما كانش جنابيضاوه مخصصه لمنار واحد ومنار جوج. انا كانت تما كان العميل، دخلت مع العميل قال لي شحال العدد ديال الناس اللي هي متضرره؟ ما كانش عندي العدد. قلت له انا تقريبا شي 120. قلت له فين باتوا؟ قال لي ما عندي فين يباتوا، ما عنديش، فهمتي؟ بالتالي قال لي ان اول اجراء غنقوم به هو اليوم الاثنين المقبل، هاد الناس غيتحولوا الى المنار واحد. شحال تحولوا الناس؟ 40 واحد شرى المنار واحد. بالتالي كانت هناك منار جوج. هاد المنار جوج شنو هي؟ عباره عن ضيعه فلاحيه، لكن الان ما عندها لا تجهيزات لا والو، ولكن مطرح ديال النفايات. هذا مشكل بقى الان حاليا كاين مطرح، لانه هذا التلوث يدخل في اطار المنظمه العالميه ديال المحافظه على البيئه، باقي مطرح كبير في المنار جوج باقي الان. كان قال لي هذيك الساعه كنا ناقشناه، وهذه راه مده ديال ناقشناه، قال لي غادي يردوا في ثلاثه درسانه، باقي الان ما كاينش كاع حل باقي المطرح في المنار جوج. هذا المشكل، هذا ديال الفيضانات كيفاش تحولت. هذا دابا التنامي، المشكله وصلوا ظاهره التنامي في اواخر سنه 2019. مشينا حنا عند القائد ديال المنطقه، جلسنا معاه، تحاورنا معاه، قال لك عندي واحد، قال لك تيقوم بواحد المسطره قانونيه 1266، قال هو تيحلهم على الملف النيابه العامه، وغادي يخرج من هنا ثلاث شهور، غادي يخرج. حنا هذيك الساعه قالنا شوف افتح علينا الباب، سد علينا الباب، قالنا خرجوا ديروا بيا الشكايه اللي بغيتوا. حنا كان بحقنا هذا هو الوضع. درنا واحد التنسيقيه وصدرنا بيان استنكاري على التصرفات القايد اللي شد الباب المسدود، وما مشاش هذا المفهوم ديال السلطه الجديده اللي نادى بها صاحب الجلاله. هذا اشكال اخر. مشينا عند الباشا، فتح الباب، ناقش معنا، وكان اي مستجد لان الباشا قاد دوره بالمفهوم ديال السلطه، قام بالمفهوم ديالو، ربما وصل للامن. عاد كان هناك تدخل امني قوي لهدمه البلدك اللي احتلت او استرامت على المساحه الارضيه الفارغه. حنا دابا هنا دابا غندخلوا هنا دابا غنمشيو تجزئه المحيط. اسمعني، شوف تجزئه المحيط، هاد تجزئه المحيط
كانت مخصصة لساكنة القاطني دوس الصافح. بين شمسي وضحاها تحولت إلى تجزئة العسكرية. مقابل علاش كتدرى؟ لأن أنا حضرت مع العمران وقالوا بأن كانت شي 20 هكتار ديال المحاك. علاش؟ غادي تحول لأن هذوك الناس اللي ساكن مثلا في البركي والزوادة هادو الناس القشلة غادي الإفراغ ديالهم الإفراغ ديالهم وربما نقدروا نديهم المحيط المحيط. من ما بقاش هما دابا الآن تجبر البركي والزوادة تقوم بناء شواع. من هو الراقب؟ لا حاسب ولا راقب، ناس خدامة تتبني بدون ترخيص. هذا إشكال تروح لمدينة العريش. أكبر من ذلك، الناس دابا الآن محصحص، أنت شو تجزئة المحصحص؟ أنه هناك ديال هذيك عملوا واحد كان محل ديال الدولة، لأن دابا القطع ديال هذيك ديال المحصحص ديال السكر الحديدية، قالوا لهم شنو؟ ما بقاش المعيار هو 70 متر كاري، عرفتوا 70 متر كاري؟ وأنا نعطيكم أنا كثار خصهم يخصهم الناس المستفيدين 80، علاش؟ إذا كنتوا معنا الناس في الحسبة في المحاسبة هو عدد شو غنشبروا شحال هكتار درتهم قبل؟ 66.72 إذا درنا كل هكتار شحال في 10 متر مربع إذا عملنا العدد هذا قسمنا على عدد السكان أجبرت وزوّلنا الشوارع والحدائق ديال اللي كاينة غنجبروا 80 متر مربع وهذا هو شو المشرع كيفاش محصحص بغا يقول لي إذا مشيتوا للمنار نعطيكم 80 و90 وكذا مشيتوا للمحصحص نعطيكم 50 متر كاري كيف ما هو دابا تنشوفوا هنا المرجع الاساسي هو عقد المدينه عقد المدينه هو المرجع 80 متر ماشي 70 80 ويقول لي بالرياضيات بحسابها لان انا انسان درنا دي كالكول وبالتالي هذا الكتاب من هذا تشوفوا عسكتكم تكون هذه المحاضره وهذه الندوه تكون قيمه وتكون عندها اشعاع وانتم تخلي انا المرقين ربما ما نعطيش كل شيء ولكن تخلي المرقين هو يفسر معاداته ويعرف شنو هو كاينه انا اعطيتكم اشارات قويه وهل فاهم يفهم ما نقولكم شي شنو هو كاينه وشنو هو كاين المكان راه عطيتكم ايضاحه قويه بالتالي شنو هو كاينه دابا هنا غندخلوا المقترحات لا كاين اسمحوا لي كاين عين الشوك دواوير اللي كانت في القرى وتحولت الى المدار الحاضر هاد الدواوير هادو عين الشوك كذا الان هنا فمن كاين دابا حنا كنا تنخافوا لان تنقولوا 2800 تكون او 2020 تكون ما بقاش البراك ولكن ستزيد عام 2035 بقى البراك لان علاش؟ مش تشوفوا الزريبه ديال العريش هي دابا عين الشوك والبقاره والغديره والقادو هادو الزريبه ديال ما يسمى السياج المحيط ديالو الاخر مره تنجربوا دابا عين الشوك شوفوا شحال دابا التنامي ديال ظاهره البناء العشوائي كيفاش غادا تماك والناس شنو علاش خلاو هاد الناس تماك علاش؟ لان الناس عندهم غرض انتخابي صح صغماصرة انتخابات لان ما يمكنش ينجح الا بهاد الناس اللي تسمحوا قلعة انتخابية صح دابا خصنا اولا خصنا نكون حيطة والحذر باش نقدروا على البلاك سنقدم اولا استعصاء الجذور في عين الشوك والبقره دواوير اللي ولات المدار الحضر وبالتالي هذا باش نجيكم نوضح لكم الامر ان هذا عين الشوك وهذا البقره ما دخلوش تهيئه التصاميم ديال الوكاله الحضاريه ليش سؤال يطرح لماذا قاب على مد السفهان هنا تجيب دابا الان هناك مقترحات والمقترحات والحلول شنو خص هاد المقترحات والحلول هو الاعتماد على عهد المدينه وعلى احصاء 2005 علاج للتفادي الشبهات والسهول والمحسوب هذا خص الاعتماد ديالو انا غنقول لكم واحد اكثر من هذا ما غادي نمشيو هذيك اللي مخصصه المنحه المخصصه لكل مستفيد تجيه الى درتو دي كالكول شحال عطيتكم 182.64 قسمناها على عدد السكان شحال تجي 3 مليون و1 انا تنقول اذا عطاو هذيك 3 مليون و1 غادي يديروا تعاونيه
للبناء وتضامني من عشق قدم. وهذه درت شنو اللي درتها؟ دولة برازيل وقضات على الصفيح كامل. هذا مقطع تجيب فيه هذا تاخذك مقترحات ديال العمل الجمعوي. وبالتالي هذا لان هذا هو شنو الدور العمل الجمعوي؟ هو قوة اقتراحية تشاركية. هذا بين هذا هو الدور ديال المجتمع المدني كيقوم بهذه المسألة هذه. بالتالي شنو خصنا حنا؟ هذا إلغاء الطبيعة ديال المواد ديال البناء ديال الطبيعة خاصها لأنها سكان التضامن. وعكس هذيك الفوكة هذه خاصها ترجع من جديد للقرون لذوي الضغط المحدود. تالي هناك دابا الآن في الآخر اليوم جاء دور لا كان هذا قبل ما نخسر كان هذا سبب لأدى إلى تأخير ديال إعلان مدينة العلاش بدون الصفيح انعكاس على التنمية الاقتصادية. لا يمكن إطلاقا أن يجي المستفيد أجي المستثمر واستثمر مدينة العرعيش وموز يقول لك واكيش الوعاء العقاري عندهم وعاء عقاري خاص للعمارات وليس للاستثمارات لامتصاص بطالة مدينة العرعيش. هذا شيء آخر هذا كان انعكاس. وبالتالي اليوم جاء دور المجلس الأعلى للحسابات لي أن يلعب دوره كامل في التدقيق وفي الافتحاش مالية برنامج مدن بدون صفيح ومع التحديد كل مسؤوليات المسؤولين سواء قائمين مركزيا أو محليا الذي تسببوا في تأخير هذا البرنامج الملكي لقضاء على دور الصفيح ولإعلان وكما ينبغي. وبالتالي ينبغي على المفتشية العامة لوزارة الداخلية ووزارة الإسكان أن تفتح تحقيقا جدا وفعالا على كل ما اقتصر تقصير في مهامه ليكون عبرة للآخرين. ومن هنا أدعو عامل صاحب الجلالة هو المسؤول الفعلي لنعمل يد في يد من أجل القضاء ما بقي من المدن ما بقي من الأحياء التي تعيش في الصفيح وإعلان مدينة العرائش بدون صفيح في سنة 2020. والسلام عليكم. شكرا أخ مصطفى.